أنا لا يحزنني أن يموت رجل من الشيشان أو امرأة من الشيشان أو طفل من الشيشان، لأنهم إن شاء الله شهداء. لكن الذي يحزنني كثيرا والله سكوت الدول الإسلامية عن هذا، ولا كان الواجب أن تقطع العلاقات بين روسيا من كل وجه، ولو فعلوا ذلك لوقفت روسيا عند حدها ولن يضرهم شيئا. ولكن مع الأسف أن الدول الإسلامية، وأعني بذلك رؤوس الدول الإسلامية، دعنا من الشعوب، الشعوب قد يكون عندها حماس وغيرها لكن ما تستطيع، ساكتة ولم تتكلم بشيء. هذا والله الذي يحزنني. جمهورية مسلمة فتية حديثة يفعل بها هذا الأفاعيل ويسكت. ابن عثيمين رحمه الله.